زاوية العصب السابع للصحفية شمائل النور ونطالع بداخلها التي جاءت بعنوان الثورة انحرفت. تستهل شمائل النور زاويتها بالقول في الذكرى الأولى لدخول حشود المتظاهرين إلى القيادة العامة والذي تحول لاحقاً الاعتصام المليوني انتهى بخلع البشير من السلطة، احتفاء لافت بهذا اليوم الذي جاء بعد مخاض عسير. وتمضي شمائل النور فتقول في تصريح أمس متزامنا مع الذكرى الأولى، قال الحزب الشيوعي على لسان السكرتير العام محمد الخطيب إن الثورة انحرفت. هل هذا الحديث يعبر فقط عن الخطيب أو الحزب الشيوعي؟ تقريبا حتى أكثر الداعمين للحكومة الانتقالية على قناعة تامة بحديث الخطيب أن الثورة انحرفت. وتواصل شمائل النور فتقول الانحراف يبدأ من طبيعة التغيير نفسها والذي نفذته اللجنة الأمنية للبشير بدلا عن الانحياز الطبيعي للقوات المسلحة في كل الثورات. لكن الحزب الشيوعي مع قوى الحرية والتغيير قبل بالاتفاق مع المكون العسكري المنحدر من امتداد اللجنة الأمنية للبشير. وتستمر شمائل فتقول هذا الاتفاق حظي بقبول الشارع، صحيح أنه قبول حذر جدا كونه جاء بعد مجزرة القيادة الدامية، لكن لم تحدث مقاومة ضده، كان أشبه بآخر الخيارات وكان هذا تقدير خطأ بشكل فادح. وتخدم شمائل النور بالقول الآن ليس أمام الحكومة المدنية التي أتت بها الثورة أن تتحول إلى حكومة ثورة حقيقية جاءت بقوة الدفع الثوري الشعبي ولم تأتي عبر حوار وطني أو مساومة. وهذا ما ينبغي أن تشعر به هذه الحكومة الآن، مر عام كامل والثورة تحتاج لإعادتها في مسارها الصحيح.